الرئيس السيسي يطالب الأطراف السودانية بإجراء مفاوضات جادة لحل كافة الخلافات، والطرفان يرحبان بمخرجات القمة. دمشق تؤكد أنها ستسمح بفتح معبر رئيسي للمساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. الرئيس بوتين يعرض على مقاتلي فاغنر فرصة الانضمام للجيش الروسي. العاشرة صباحا في القاهرة، السابعة بتوقيت غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل، لكن بعد الفاصل. أهلا بكم. طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام قمة دول جوار السودان الأطراف السودانية المتحاربة بالبدء في مفاوضات سياسية جادة لحل كافة الخلافات. لا أطرح على حضراتكم تصور مصر لخروج السودان من مأزقه الراهن الذي يرتكز على العناصر التالية. أولا، مطالبة الأطراف المتحاربة بوقف التصعيد والبدء دون إبطاء في مفاوضات جادة تهدف للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار. ثانيا، مطالبة كافة الأطراف السودانية بتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وإقامة ممرات آمنة لتوصيل تلك المساعدات للمناطق الأكثر احتياجا داخل السودان، ووضع آليات تكفل توفير الحماية اللازمة لقوافل المساعدات الإنسانية ولموظفي الإغاثة الدولية لتمكينهم من أداء عملهم. ثالثا، إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية وممثلي المرأة والشباب، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار والديمقراطية. رابعا، تشكيل آلية اتصال منبثقة عن هذا المؤتمر لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية، على أن تطلع الآلية بالتواصل المباشر مع أطراف الأزمة والتنسيق مع الآليات والأطر القائمة. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الأزمة السودانية باتت تشكل خطرا على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. وأشكركم على تلبية الدعوة لحضور هذه القمة المهمة التي تنعقد في لحظة تاريخية فارقة من عمر السودان الشقيق، يمر خلالها هذا البلد الجار العزيز على قلوبنا بأزمة عميقة لها تداعياتها السلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وعلى دول جوار السودان بشكل خاص، باعتبارها الأشد تأثرا بالأزمة والأكثر فهما ودراية بتعقيداتها، مما يتعين معه على دولنا توحيد رؤيتها ومواقفها تجاه الأزمة واتخاذ قرارات متناسقة وموحدة تسهم في حل الأزمة بالتشاور مع أطروحات المؤسسات الإقليمية الفعالة وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، حفاظا على مصالح ومقدرات شعوب دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل. وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن التدهور الحاد للوضع الإنساني بالسودان يتطلب وقفا فوريا مستداما لإطلاق النار. إن هذا التدهور الحاد للوضع الإنساني وتلك التداعيات الكارثية للأزمة تتطلب الوقف الفوري والمستدام للعمليات العسكرية، حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق وعلى مؤسسات الدولة لتتمكن من الاتضاع بمسؤوليتها تجاه المواطنين، وهما يتيح الاستجابة الإنسانية الجادة والمنسقة والسريعة من كافة أطراف المجتمع الدولي بما يرتقي
لفداحة هذه الأزمة الخطيرة التي تتطلب معالجة جذورها عبر التوصل إلى حل سياسي شامل يستجيب لآمال وتطلعات الشعب السوداني. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السادة رؤساء الدول والحكومات والمنظمات المشاركين في قمة دول جوار السودان المنعقدة بقصر الاتحادية في القاهرة. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس استقبل في هذا الإطار كل من السيد السياسي أفورقي رئيس دولة إريتريا والرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان والرئيس فوستين تواديرا رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى والسيد محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي والرئيس محمد ديبي رئيس جمهورية تشاد والسيد أبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا. وفي ذات السياق استقبل السيد الرئيس كذلك كل من السيد موسى فقيه رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية حيث تمت مناقشة سبل تعزيز آليات العمل الإقليمي المشترك ودور مصر الفاعل في هذا الصدد على المستويين العربي والأفريقي. وقد تباحث السيد الرئيس مع أشقائه الزعماء الأفارقة حول سبل العمل على إنهاء الأزمة الراهنة في السودان في ظل تداعياتها السلبية على أمن السودان واستقراره وسلامة شعبه الشقيق، حيث تم تأكيد أهمية قمة دول الجوار ودورها الحيوي في دفع الجهود الرامية لصون أمن واستقرار السودان، كما تم التطرق مع القادة الأفارقة إلى بحث آفاق تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم الشقيقة في شتى المجالات. وعلى هامش مشاركته في قمة دول جوار السودان المنعقدة في القاهرة، استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا. وقد أكد السيد الرئيس حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وترسيخ التعاون والمشروعات المشتركة مع إريتريا في شتى المجالات. وعلى هامش قمة دول جوار السودان، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب لقائه نظيره الإثيوبي أبي أحمد على ضرورة بدء مفاوضات مصرية إثيوبية عاجلة للتوصل لاتفاق ينظم قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي خلال 4 أشهر. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد على أن القاهرة وأديس أبابا لديهما إرادة مشتركة لتعزيز العلاقات المصرية الإثيوبية سياسيا واقتصاديا وثقافيا. أصدر مجلس الأمن الانتقالي السوداني بيانا رحب فيه بمخرجات قمة دول جوار السودان التي انعقدت أمس بالقاهرة. وقال مجلس السيادة الانتقالي السوداني إن القوات المسلحة السودانية على استعداد لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت قوات الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة الأحياء والمناطق السكنية والمرافق الحكومية. من جانبها رحبت قوات الدعم السريع بالبيان الختامي لقمة دول جوار السودان، وقالت إنها جاءت متسقة مع الجهود الإقليمية والدولية لتبني الحل الشامل كأساس لمعالجة الأزمة السودانية، وأكدت استعدادها التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من أجل التوصل إلى حل جذري للأزمة.
في تصريحات للنيل أشاد سفير فرنسا بالقاهرة مارك باريتي بالجهود المصرية الهادفة لحل الأزمة السودانية، والتي كان من بينها عقد مؤتمر قمة دول جوار السودان. الأزمة في السودان مؤسفة، كارثة، كارثة سياسية وإنسانية، ولا بد أن المجتمع الدولي أن تقوم أو تبذل مزيد من الجهود لنساعد السودان. حضرت صباح اليوم القمة بين البلدان المجاورة للسودان التي تنظمها فخامة الرئيس السيسي، وطبعا فرنسا والاتحاد الأوروبي كانوا موجودين في هذه القمة كملاحظين مع السفراء البريطاني والألماني وسفير الاتحاد الأوروبي، وطبعا ندعم كل الجهود الذي يبذلها مصر في سبيل السلام وإعادة الاستقرار في المنطقة وفي السودان. قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنه تم فتح تحقيق جديد في جرائم حرب في إقليم دارفور بالسودان. ودعا خان في تقرير لمجلس الأمن الدولي إلى ضرورة عدم السماح للتاريخ بأن يعيد نفسه في السودان الذي يخوض فيه الجيش وقوات الدعم السريع معارك عنيفة منذ 15 من أبريل الماضي. حلقت طائرات الجيش السوداني في سماء العاصمة الخرطوم الخميس، في حين تصدت لها المضادات الأرضية التابعة لقوات الدعم السريع، وتعرض مبنى يحتوي على مخزن للأدوية لقصف جوي في حي الطائف شرق الخرطوم أسفر عن إصابات في محيط المبنى الواقع قرب أحد مواقع قوات الدعم السريع. وساد هدوء نسبي في شرق وجنوب الخرطوم بعد معارك عنيفة في الصباح، خاصة بمحيط سلاح المدرعات، وتجددت المعارك الدامية في أم درمان بعد انخفاضها بشكل ملحوظ وقيام الجيش السوداني بعمليات تمشيط واسعة. وأعلن الجيش السوداني أن قوات العمل الخاص بسلاح المدرعات قد قامت بتمشيط ومداهمة مواقع الدعم السريع بمنطقة العشرة ومحيط سبعة الصحافة بمنطقة الخرطوم جنوب. من جانبها قالت قوات الدعم السريع إنها تحاصر مقر القيادة العامة
طالبة من رجال القوات السودانية الاستسلام أو مواجهة ما وصفته بمصيرهم المحتوم. وفي بيان مساء الخميس قالت القوات المسلحة السودانية إنها مستعدة لوقف العمليات العسكرية فورا إذا التزمت قوات الدعم السريع بالتوقف عن مهاجمة المساكن والأحياء والأعيان المدنية والمرافق الحكومية وقطع الطرق وأعمال النهب، مع الالتزام بالبدء بحوار سياسي فور توقف الحرب يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين. من جانبها أكدت قوات الدعم السريع استعدادها التام للعمل مع جميع الفاعلين في الداخل والخارج من أجل التوصل لحل جذري للأزمة السودانية عبر استعادة ما وصفته بالمسار المدني الديمقراطي لرفع المعاناة عن الشعب السوداني. قال مندوب سوريا في الأمم المتحدة بسام صباغ إن بلاده ستسمح بعبور المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى، المعبر الحدودي الرئيسي من تركيا إلى مناطق لا تسيطر عليها دمشق في شمال غرب البلاد. اتخذت الحكومة السورية القرار السيادي بمنح الأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة الإذن باستخدام معبر باب الهوى لإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا بتعاون وتنسيق كاملين مع الحكومة السورية لمدة 6 أشهر تبدأ من 13 من يوليو. وتؤكد الحكومة السورية مرة أخرى أنه لا ينبغي للأمم المتحدة وممثليها وموظفيها التواصل مع المنظمات والجماعات الإرهابية. متنفس جديد لدخول المساعدات الإنسانية الدولية إلى سوريا سمحت دمشق باستمرار استخدامه لمدة 6 أشهر إضافية بعد انتهاء فعالية آلية دخول المساعدات الإنسانية. فاعتبارا من 13 من يوليو الجاري ستسمح سوريا باستخدام معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا والذي تم إغلاقه الاثنين الماضي، وسيتم السماح للأمم المتحدة ووكالاتها المختصة باستخدام المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين إليها في شمال غربي سوريا. وكانت الآلية التي أنشئت عام 2014 قد أتاحت للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غربي سوريا من دون إذن الحكومة السورية التي لطالما نددت بهذه الآلية باعتبارها انتهاكا لسيادتها. وشملت الآلية في بادئ الأمر 4 نقاط عبور حدودية، ولكن بعد سنوات من الضغط خاصة من روسيا بقي معبر باب الهوى الحدودي وحده قيد التشغيل، وقلصت فترة استعماله إلى 6 أشهر قابلة للتجديد. والثلاثاء الماضي فشل مجلس الأمن الدولي في الاتفاق على تمديد آلية دخول المساعدات من تركيا إلى سوريا عبر معبر باب الهوى جراء استخدام موسكو حقها في النقد فيتو لمنع صدور قرار يمدد العمل بهذه الآلية لمدة 9 أشهر. ويشكل معبر باب الهوى شريانا حيويا لدخول المساعدات إلى أكثر من 4 ملايين سورية، نصفهم تقريبا نازحون يعيشون في مناطق سيطرة فصائل المعارضة في إدلب ومحيطها. دعا قادة احتجاجات متصاعدة ضد حكومة رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الإسرائيليين إلى التظاهر بأعداد كبيرة الاثنين المقبل بهدف وقف سياساته الهادفة إلى إضعاف جهاز القضاء. كانت رقعة الاحتجاجات الإسرائيلية الرافضة لسياسات حكومة بنيامين نتنياهو اتسعت عقب مصادقة الكنيست في قراءة أولى الاثنين الماضي على قانون يسهم بإضعاف سلطة المحكمة الإسرائيلية العليا.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي، مشيرا إلى أن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة. وفيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، قال بوتين أن بلاده سوف تنسحب من الاتفاق الاثنين القادم ما لم تتحقق مطالبها. يمكننا تعليق مشاركتنا في الاتفاق، وإذا قال الجميع مرة أخرى أن جميع الوعود التي قطعوها لنا سوف تتحقق فليفوا بهذا الوعد، وسنعود على الفور لهذا الاتفاق. الأمم المتحدة لم تفلح حتى الآن في التوصل إلى حل مرضي للقضية، ولم نتلقى أي اقتراح جديد. تسلمت أوكرانيا من الولايات المتحدة قنابل عنقودية وهي ذخائر محظورة في أكثر من 100 دولة، لكنها تعهدت باستخدامها فقط لتفريق تجمعات جنود العدو. في المقابل استنكرت موسكو هذه الخطوة، وحذر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو من أن بلاده قد تلجأ إلى نشر أسلحة مماثلة إذا استخدمتها أوكرانيا. بعد أقل من أسبوع من إعلان تعهد الولايات المتحدة بتسليمها لكييف، قالت القوات المسلحة الأوكرانية إنها تلقت ذخائر عنقودية لتعزيز الهجوم المضاد البطيء ضد القوات الروسية. قائد الجيش الأوكراني ألكسندر تانغافيسكي قال إن قواته لم تستخدم الذخائر العنقودية التي حصلت عليها، مشددا على أنها قادرة على تغيير ساحة المعركة بشكل جذري. ترانافيسكي أكد أيضا أن القوات الأوكرانية لن تنشر السلاح في المناطق المكتظة بسكان. ميدانيا تدور معارك كر وفر على مشارف باخموت شرق أوكرانيا، والجيش الأوكراني أعلن أن القوات حققت تقدما إضافيا جزئيا جنوب باخموت، وقال إن القوات الروسية حاولت اختراق الدفاعات الأوكرانية في محاور ليمان وأفديفكا ومارينكا، وذلك في دونسك وكوبيانسك، لكن محاولاتها باءت بالفشل. في المقابل أفادت التقارير الروسية أن القوات الروسية سيطرت على مرتفعات مطلة على مدينة باخموت بعد هجوم مضاد وصفته بالناجح. وضمن سعيها لمحاصرة القوات الروسية في باخموت، تشن القوات الأوكرانية هجمات للسيطرة على المرتفعات الاستراتيجية في بلدة كليشفيكا جنوب باخموت، ولكنها تواجه مقاومة عنيفة من الجيش الروسي. وفي إطار المعارك الدائرة في دونتسك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها صدت محاولات لواءين أوكرانيين مهاجمة مواقع روسية في محور كراسني ليمن، كما دمرت القوات الروسية مخازن للذخيرة تابعة للجيش الأوكراني بصواريخ بعيدة المدى أطلقت من البحر. وصدت روسيا 16 هجوما أوكرانيا في محور دونتسك خلال الساعات الماضية. وفي زابوريجا جنوب شرق أوكرانيا، أعلن الجيش الأوكراني أنه حقق مكاسب جديدة جنوب شرق مدينة أوركييف، وقال إن الروس يبدون مقاومة قوية ويجمعون الاحتياطات. دعا رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك نقابات العاملين بالقطاع العام إلى إنهاء الإضرابات عن العمل والقبول بزيادات في الأجور تمت الموافقة عليها، وذلك في اليوم الأول من إضراب للأطباء مدته غير مسبوقة. كانت بريطانيا شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة إضرابات متزايدة بالقطاعين الخاص والعام بسبب مطالب برفع الأجور لمواجهة التضخم. في العاصمة الهندية نيودلهي، أصدرت وزارة الدفاع الهندية بيانا أعلنت فيه أنها سوف تشتري من فرنسا بشكل مبدئي 26 مقاتلة من طراز رافال وثلاث غواصات من طراز سكوربين. وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وصل إلى العاصمة الفرنسية باريس ليحل ضيف شرف على احتفالات اليوم الوطني الفرنسي التي تنطلق في وقت لاحق من اليوم الجمعة. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يطالب الأطراف السودانية بإجراء مفاوضات جادة لحل كافة الخلافات، والطرفان يرحبان بمخرجات القمة. دمشق تؤكد أنها ستسمح بفتح معبر رئيسي للمساعدات الإنسانية إلى مناطق سيطرة المعارضة السورية. والرئيس بوتين يعرض على مقاتلي فاغنر فرصة الانضمام للجيش الروسي.
نهاية النشرة، التفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.